السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعي قناة من آخر خلاص، معكم محمد نور الدين. مواعيد مباريات الجولة الثامنة، الجولة ثمانية، الجولة الثامنة من الدوري العراقي الموسم الجديد 2021-2022، والقنوات الناقلة. متابعينا الكرام، لو أول مرة تزوروا القناة انزل اشترك في القناة وضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو، واكتب على الاشتراك وسبسكرايب، اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى. بداية الجولة اليوم بإذن الله تعالى الخميس 4/11/2021، بغداد هيلعب أمام الصناعة الساعة 2:45 أو 3:15 عصرا بتوقيت بغداد. كل الفيديو بتوقيت العراق أو توقيت بغداد. في نفس التوقيت الميناء هيلعب أمام القاسم، والكرخة هيلعب أمام سامراء، والنفط هيلعب أمام الديوانية. مباراة من الأربع مباريات هتذاع في ميعادها، والثلاث مباريات الأخرى هيتسجلوا ويتذاعوا في المساء. أعتقد مباراة النفط أمام الديوانية هي اللي هتذاع في ميعادها، أما مباراة الكرخة وسامراء أمام والعين أمام القاسم وبغداد أمام الصناعة هيتسجلوا ويتذاعوا في المساء. متابعينا الكرام، الزوراء هيلعب أم أربيل للساعة 5 مساء بتوقيت بغداد أو العراق. والقناة الناقلة قناة هي نفس القناة اللي هقولك عليها دلوقتي. ونفط الوسط هيلعب أم النجف الساعة 7:15 مساء بتوقيت العراق. والقناة الناقلة قناة شباب سبورت أو الشباب الرياضية هي اللي هتذيع مباراة نفط الوسط أم النجف في التوقيت الخاص بيها، والزوراء أم أربيل كذلك، والنفط أم الديوانية أعتقد يعني، وأكثر 3 مباريات هيتسجلوا ويتذاعوا بعد مباراة نفط الوسط أم النجف. يوم الجمعة 5/11/2021، نوروز هيلعب أمام نفط ميسان الساعة 2:45 أو 3:15 عصرا أو مساء بتوقيت بغداد. زيخو هيلعب أمام الطلب الساعة أو في نفس التوقيت يعني. نفط الجنوب أو نفط البصرة هيلعب أمام الكهرباء الساعة 5 مساء بتوقيت بغداد، والشرطة هيلعب أمام القوة الجوية الساعة 7:30 مساء بتوقيت بغداد. القناة الناقلة لمباراة الشرطة أمام القوة الجوية أكيد قناة شباب سبورت أو الشباب الرياضية. كذلك نفط الجنوب أمام الكهرباء أو نفط البصرة هيتلعب في ميعاده وهيتذاع في ميعاده. أعتقد مباراة زيخو أمام الطلبة هي المباراة اللي هتتذاع بعدها 3:15 عصرا بتوقيت بغداد، اما مباراة نوروز امام نفط ميسان دي هتتسجل وتتذاع بعد مباراة الشرطة امام القوة الجوية. المباريات المطلوب توقعها مباراة الشرطة امام القوة الجوية، ومباراة نفط الوسط امام النجف، والزوراء امام اربيل، والنفط امام الديوانية. اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.